بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بايدن وابن سلمان يعلنان عن ممر اقتصادي يربط الهند بأوروبا، وطلعوا مرتزقة مطبلتية أحقر من أنجبت النساء على وجه الأرض، زي حسين مزيكا، حسين حزوم، دول حقير مرتزق ما عندوش كرامة أصلا. المهم طلع ما قدرش يصرح، قال لك احتمال اسرائيل تخش في هذا الكلام، واحتمال مصر ومش عارفين. كذلك ابو لسعه ايضا ما تكلمش، لم يذكر اسم اسرائيل او كان الصهيوني. طبعا يعني في ناس كده بتبقى يعني انتقاد السعوديه او الكلام عن السعوديه كانها يعني السعوديه دي مقدسه، يعني فاهم ازاي؟ او السياسات السعوديه دي مقدسه كانها وحي يوحى، كونك انك تنتقد تبقى كفرت، يعني زي واحد سعودي داخل القناه بيقول السلام على المتابع اللي هو ده، كانه بيكفرني عشان انا بنتقد السعوديه، ما تفهمش يعني. خلاص، فالمهم يعني كل اللي طلع اتكلم عن الممر يربط الهند باوروبا. طبعا السعوديه احنا بننتقد سياستها، وهذا الممر اكيد سيلحق الضرر بقناه السويس ويقلل من دخل قناه السويس قولا واحدا. وعلى فكره الطريق ده قديم وكان ممدود بسكك حديد في الحجاز ووقفت، لكن انا بقول ان الطريق ده برضو هو يعني مقدمه او يعني بدايه السكه لتطبيع السعوديه مع الكيان الصهيوني اللقيط. خلي بالكم يعني ابو لسعه برضو ما قدرش يذكره، جم عند هيمروا الطريق من انهي دول، ما تكلموش على دول مرتزق. حتى في ناس يعني مرتزقه متابعين، يعني خاف المتابعين يمشوا من عنده كده، يعني في مرتزقه بياخدوا فلوس، وفي مرتزقه بيلمع الوجه القبيح وبمقابل والكلام ده كله. المهم لا الشيخ المنافق، شيخ المنافقين ابو طبله اللي بينا اطوه، اللي بيقول انا ابويا عمده، مش عارف عمده على ايه، بس هذا الحقير قال لك ما هو ده نفس الموضوع اللي هو زيه زي خط ايلات عسقلان، وطالما انتم ما اتكلمتوش عن الامارات، اتكلمتوا عن الامارات مش هتتكلموا عن السعوديه. ده اللي زيك انت المرتزق الواقع يا ابني، انت مش راجل، والله العظيم انت راجل، ولا دول رجال، اقسم بالله ده انتم معدومين الكرامه، معدومين النخوه. انا والله ما الاقي لكم وصف، والله تعجز الكلمات، معجم اللغه العربيه كله ومفردات اللغة العربية القبيحة والوقحة تعجز عن التعبير عن وسخيتكم وقذرتكم. ليه؟ لأنكم مفيش واحد قادر ينطق ويتكلم. اتكلم في ايه المشكلة؟ المشكلة انك انت تعمي الناس، تدلس على الناس. المشكلة انك انت تغيب وعي الناس، ما تفهمهمش الحقيقة. في زمن محمد بن سلمان يتعمل اي حاجة، ما عندوش مشكلة. هو محمد بن سلمان ده مش هو اللي صرح قبل كده وقال لا ننظر إلى إسرائيل على أنها عدو، لا ننظر إليها على أساس أنها عدو، ولكن ننظر إليها كحليف محتمل. وطبعا أن هم التطبيع هيحصل إزاي والكلام اللي قالوه قبل كده هيحسوه كالكلب الذي يلحس قيئه. خلي بالك، كالكلب الذي يلحس قيئه، يعني خرج حاجة من بقه وبيلحسها تاني. فلما تكون انت خرجت حاجة من بقك وما تلتزمش بيها وتلحسها، تبقى انت كالكلب الذي يعني لحس قيئه، فاهم؟ فهم يعملوا يضحكوا على محمود عباس، يضحكوا على السلطة الفلسطينية، ويضحكوا عليهم بشوية فلوس وبتاع، ويقول لهم لا يعني ايه اسمحوا، مش اسمحوا يعني اظهروا للراي العام الاسلامي ان احنا موافقين على التطبيع السعودي، وان السعوديه بقت مصلحتنا، زي تركيا كده ما قالوا على تركيا ان تطبيعهم في مصلحتهم، وزي المراكب التانيه اللي قالوا الامارات تطبيعها في مصلحه القضيه الفلسطينيه، زي كل مره التهيئه للموضوع. فهذا الخط هيكون تهيئه او مقدمه كبيره، لان ده معناه يربط السعوديه بالكيان الصهيوني النقيض. ده طبيعي، انت عايز ايه تاني يعني؟ وايه اللي ناقص تاني؟ والطيران الصهيوني بيطير من فوق السعوديه وعادي جدا، مفيش مشكله. وولي عهد السعوديه الملك القادم يقول نحن لا ننظر الى اسرائيل على انها عدو، ولكن ننظر اليها كحليف محتمل. فكل المقدمات والتصريحات والاعمال التي على الارض تشير الى ذلك
الى التطبيع السعودي المحتمل قريبا، لكن بيعملوا بيمهدوا المساله. طيب انا الخط ده هيبقى ايه؟ الخط ده هيبقى بص عباره عن خطوط انابيب لتصدير واستيراد الكهرباء والهيدروجين لتعزيز امن امدادات الطاقه العالميه، اضافه الى كابلات لنقل البيانات من خلال شبكه عابره الحدود ذات كفاءه وموثوقيه عاليه. طبعا ابو لسعه ما قدرش يقول، قال لك احتمال يبقى يا مصر يا اسرائيل وحسين الحقير او الشيخ المنافقين، حسين طبلة، حسين مزيك، حسين حزنبل، قال لك اسرائيل، وقال لك احتمال تنضم اسرائيل. يعني قال ان هي مش منضمه والخط مش معمول دراسه جدوى وتقدمت، ومين معروف الدول اللي هي هيمر منها هذا الخط لاوروبا؟ لا يعني كانوا لسه انت لسه هيعملوه يعني، بس فكره شيطانيه طرقت كده وعملوها وقالوها. لا الكلام ده معروف مين اللي هيشتري. وانا لا ادري يعني الخط ده ما ينفعش يعني مثلا بدل ما هو يعني مثلا ايلات عسقلان لغايه مثلا العريش، ما هو يعني ما ينفعش الخط ده كده، ولا لازم يمر من الكيان الصهيوني اللقيط. المهم الخلاصه من كل ده، عايزين نقول للمصريين مفيش اشقاء. عايزين نقول يا جماعه دي شغل يعني براجماتي، شغل مصالح، لا امه عربيه ولا امه بنجانيه ولا امه اسلاميه حتى. الناس دول الحكام في الخليج لا يعبؤون ابدا بمساله امن قومي عربي ولا امن قومي اسلامي. ليس عندهم مشروع يخدم هذه الامه، هم ما عندهمش مشروع اممي اصلا. يعني انت مثلا تجد مثلا حاكم مسلم كده مثلا زي صلاح الدين، زي سيف الدين قطز، يعني القاده العظام دي يعني اللي هي كان لها تاثير والتاريخ يذكرها الى يوم القيامه، ما عندهمش مشروع زي ده. مشروع زي حلم نور الدين محمود في توحيد مصر والشام لهزيمه الصليبيين وخروج الصليبيين من ارض المسلمين. حتى يعني حتى في العصر الحديث حتى ما عندهمش مشروع زي جمال عبد الناصر الله يرحمه. تختلف معاه كسعودي متتفق معاه، ده موضوع بقى يرجع لك انت ويرجع لك الغسيل الدماغ اللي عمله لك وتكفير وانه ده شيوعي، كلام فارغ كذب والله العظيم. انتم اكثر ناس استخدمتم الدين لمصالحكم الشخصيه، بل لمصالح اجندات غربيه صهيونيه وصليبيه. السعوديه بالتحديد استخدمت الدين لمشاريع واجندات صهيونيه وصليبيه في الامه، في هذه الامه. انا بكلمكم بكل صراحه. فحتى عبد الناصر كان عنده مشروع اممي، يعني مشروع قومي، مشروع عربي. تتفق معاه؟ انا اختلف معاه في الطريقه، كان متفق معاه، كانت وحده دوله واحده جميله، فاهم ازاي؟ اختلف معاه في الطريقه واختلف معاه في ماهيه هذه الوحده، وحده اندماجيه. كان صعب جدا في وجود هؤلاء الملوك والامراء والشيوخ الخليجيين الذين اتى بهم الاستعمار وجعلهم ملوكا وشيوخا وعاشوا تحت حمايته، كان صعب جدا يا سياده الرئيس الله يرحمه، كان صعب جدا تبقى وحده اندماجيه، حتى ولو وحده كونفدراليه او فيدراليه كان يبقى الموضوع صعب جدا. فالمهم يعني كان عنده مشروع، وكان عنده مشروع لهذه الامه. تتفق معاه ما تتفقش، غلط صح، الراجل كانت نيته مشروع لهذه الامه، لكن انتم ما عندكوش مشروع من اصله. وادعو بقيه قوى العربيه المتحالفه الى الانسحاب الفوري. لا يشرفكم ان تشوفوا اطفالنا ونساءنا تذبح بصواريخكم مقابل حفنه من الدولارات وشراء ضمائر لتدمير الشعب اليمني. لا يشرفكم، ولا يشرفكم ان تكونوا عرب وان نلتقي بكم في احتفالات وفي مؤسسه وفي اي منظمات وانتم تقولوا عرب وانتم تضربوا اصل العرب، تدمروا اصل العرب. يا للعيب. ادعو مصر الشقيقه أن تنسحب من هذا التحالف، وأنا سأنشر لهم اليوم أو بكرة إن شاء الله وثيقة خطيرة من الملك فيصل إلى الرئيس الأمريكي جونسون حول حرب 67، وقال لا تنسحب القوات المصرية من اليمن إلا إذا تحركت إسرائيل إلى احتلال غزة واحتلال سيناء والضفة الغربية. كلام واضح، هذا سيجبر عبد الناصر إلى الانسحاب من اليمن وسيبقى الاستعمار. هذا عام 66. انسحبوا يا مصر الكنانة،
لا يشرفكم أن تشوفوا أطفالنا تذبح ونساءنا وتؤمر نساءنا على أيدي النظام السعودي. انسحبوا من هذا التحالف المشبوه. الملك فيصل وحرب 67، الضربة التي لم يتوقعها عبد الناصر. فأرسل الملك فيصل رسالة إلى الرئيس الأمريكي ليندون جونسون عام 1966 يطالبه فيها بدعم إسرائيل لتوجيه ضربة عسكرية إلى مصر للقضاء على النظام الناصري المتعجرف. وثيقة الرسالة حملت تاريخ 27 من ديسمبر من عام 1966 الموافق 15 من رمضان 1386 للهجرة، كما حملت رقم 342 من أرقام وثائق مجلس الوزراء السعودية، وكان نصها ما يلي: من كل ما تقدم يا فخامة الرئيس ومما عرضناه بإيجاز يتبين لكم أن مصر هي العدو الأكبر لنا جميعا، وأن هذا العدو إن ترك يحرض ويدعم الأعداء عسكريا وإعلاميا فلن يأتي عام 1970، كما قال الخبير في إدارتكم السيد كيرميت روزفلت، وعرشنا ومصالحنا في الوجود. لذلك فإنني أبارك ما سبق للخبراء الأمريكان في مملكتنا إن اقترحوه، لأتقدم بالاقتراحات التالية: أن تقوم أمريكا بدعم إسرائيل بهجوم خاطف على مصر تستولي به على أهم الأماكن حيوية في مصر، لتضطرها بذلك لا إلى سحب جيشها صغيرة من اليمن فقط، بل لإشغال مصر بإسرائيل عنا مدة طويلة لن يرفع بعدها أي مصري رأسه خلف القناة، ليحاول إعادة مطامع محمد علي وعبد الناصر في وحدة عربية. بذلك نعطي لأنفسنا مهلة طويلة لتصفية أجساد المبادئ الهدامة، لا في ممتلكاتنا فحسب، بل وفي كل البلاد العربية ومن ثم بعدها. لا مانع لدينا من إعطاء المعونات لمصر وشبيهاتها من الدول العربية، اقتداء بالقول: ارحموا شرير قوم ذل، وكذلك لإتقاء أصواتهم الكريهة في الإعلام. سوريا هي الثانية التي لا يجب أن تسلم من هذا الهجوم مع اقتطاع جزء من أراضيها، كي لا تفرغ هي الأخرى فتندفع لسد الفراغ بعد سقوط مصر. لابد أيضا من الاستيلاء على الضفة الغربية وقطاع غزة، كي لا يبقى للفلسطينيين أي مجال للتحرك، وحتى لا تستغلهم أي دولة عربية بحجة تحرير فلسطين، وحينها ينقطع أمل الخارجين منهم بالعودة، كما يسهل توطين الباقين في الدول العربية. نرى ضرورة تقوية الملا مصطفى البرزاني شمال العراق بغرض إقامة حكومية كردية مهمتها إشغال أي حكم في بغداد يريد أن ينادي بالوحدة العربية شمال مملكتنا في أرض العراق، سواء في الحاضر أو المستقبل، علما بأننا بدأنا منذ العام 1965 بإمداد البرزاني بالمال والسلاح من داخل العراق أو عن طريق تركيا وإيران. يا فخامة الرئيس، إنكم ونحن متضامنين جميعا سنضمن لمصالحنا المشتركة ولمصيرنا المعلق بتنفيذ هذه المقترحات أو عدم تنفيذها، دوام البقاء أو عدمه. أخيرا أنتهز هذه الفرصة لأجدد الإعراب لفخامتكم عما أرجوه لكم من عزة وللولايات المتحدة من نصر وسؤدد. فكون أي مصري يعني ما يخدش على خاطره، والمفترض يعرف إن ده طبيعي، ده طبيعي إن متوقع من أي دولة خليجية إن هي تطعن مصر في ظهرها، إن هي تعمل مشروع يؤثر على دخلها، ما عندناش مشكلة، يعني هو ممكن هيأثر طبعًا، إذا كان خط إيلات عسقلان، طلع مدير هيئة قناة السويس وقال إن خط إيلات عسقلان يؤثر على دخل قناة السويس من 12-16%، وده برضه هيأثر على قناة السويس. ده هيأثر على دخل قناة السويس. ده مش معناه انك انت يعني تاخد في نفسك قوي او تزعل، لا متزعلش قوي، افترض ان ده بقى طبيعي لان الناس دي كده. انا متأكد اني انا اتكلم عن الانظمة الخليجية، لا اتكلم عن الشعب الخليجي. الانظمة الخليجية لا تعرف الا الكرسي والحفاظ على كرسي. لكن على كل حال هو ده هيلحق يضرب مصر، يعني ما تنسوش بقى ان كل الدول دي قطعت مصر فإذا مصر طالعة من حرب وتركتها هكذا. يعني خلينا نكون صراحة برضو، مظبوط، مثل ما نتكلم بالصراحة، نتكلم على الجانبين، على الجانبين. ما كانت مصر وسوريا بتحارب وهنالك قوة كثيرة كانت لديها الفرصة أن تدخل حرب من غير حرب. فإذا العالم العربي رغم ما كان ظاهريا من الوحدة في حرب أكتوبر هو لم يكن متحدا بالمعنى المفهوم، لأن الوحدة ليست مجرد أن أنا أقعد أسقف لك وأنت بتقاتل وتموت،
وحدة من أهلي واخذ السلاح واللي جنبك وقتل معك. يمكن وجهة نظري قد أكون مخطئ، إنما أنا بعرى هذا إن الوحدة هنا وحدة يعني مع بعض. إنما ما تجيش تقول لي ده أنت حارب وقفت الحرب ليه؟ إذا بتقولوا إن اتفاقية السلام هي التي منعت تدمير إسرائيل، اتفاقية السلام هي التي أوقفت الحرب ضد إسرائيل، فأنا قلت لهم طب أنتوا عاوزين يعني الحل في ذهنكم؟ قالوا الحرب. قلت لهم طب ماذا يمنعكم عن الحرب؟ إذا كنتم بتعملوا عمليات مقارنة عسكرية بحتة، فعندكم المقارنات العسكرية معروفة، القوى البشرية، لا نقاش أن دول المواجهة حول إسرائيل بخلاف مصر لديها تفوق بشري سحق، ولكن ده مش مظبوط. إذا أضفنا لبنان على سوريا على 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 ده تفوق سحق كبير جدا. المال عشان نشتري السلاح ده تفوق رهيب في المال. ودي الدعوة اللي بتقولها إسرائيل باستمرار في المقارنة بينها وبين الدول العربية، إنها بتجمع الدول يعني العربية. يعني نمسك إمكانيات الدول المحيطة بإسرائيل مع إخراج مصر من الحساب، لديهم القدرة على أن يقاتلوا. فسألتهم طب لماذا لا تقاتلوا؟ مستنين ليه؟ فحدش رد، حدش عارف يرد. هل هو القتال فقط أن تقاتل مصر وحدها؟ ما هو ده يعني طبعا. السؤال ده بنطرحه فطبعا الموضوع ده يعني ايه يعني ما هوش مجال اللي كان عنده فرصه الاشتراك في القتال ما اشترك. فما تستغربوش يعني. والان يعني قطعوا مصر عشان خاطر يعني معاهده السلام اللي انتهت بعد يعني اللي اقيمت بعد 5 حروب وهم لم يدخلوا حربا واحده، الان يطبعون ببلاش، ينبطحوا الاقصى. اسف، هذا ليس تطبيع، هذا انبطاح، هذا انبطاح خليجي للكيان الصهيوني اللقيط. نايمين على بطنهم ليه؟ الكيان الصهيوني اللقيط كل واحد بعد التاني يعني، فاهم ازاي؟ ده يخش ينبطح ويمهد الانبطاح للاخر ثم يمهد الانبطاح للاخر. فهذا هو، هم انبطحوا ببلاش، انتهكوهم. الكيان الصهيوني اللقيط ينتهكهم. خلي بالكم. اما مصر فهادنت وعاهدت بعد حرب، بعد حروب، مش حرب، بعد حروب، ولاموا عليها وقطعوها جميعا. المهم ما علينا، مرتزقه اللي بيطلعوا بقى اللي مش قادرين يتكلموا عشان خايفين المتابع يلغي اشتراكه، وانت مش حر يا اخي. يا اخي خلي قوتك على الله عز وجل يا عمي. الكلمه الحريه دي حاجه عظيمه، الحريه دي حاجه عظيمه، والقناعة يعني لا تقل خلاف قناعاتك، لا تكن منافقا، لا تكن يعني خنيس خنيس. طيب انا عايز بس اقول حاجة، ان الكيان الصهيوني في هذا المشروع، والسعودية تنضم لهذا المشروع، والامارات طبعا هو ما ينفعش بدل السعودية عموما يعني، لكن انتوا عارفين بقى ايه، ان السعودية ده تمهيد للتطبيع مع الكيان الصهيوني اللقيط، او الانبطاح للكيان الصهيوني اللقيط بمعنى احرى، وترضية السلطة الفلسطينية، السلطة الفلسطينية بأي مبالغ، لأن دول مرتزقة برضو يعني، فاهمين ازاي؟ والموضوع هيعدي ويعملوا رأي عام وكده. لكن أنا بقول إن السعودية بهذا الانبطاح دون القضية، مش أنتوا كنتوا يعني مش قطعتوا مصر عشان رجوع قضية فلسطين ويبقى ليها دولة وتنفيذ قرار 242 سنة 67 و338 عودة اللاجئين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 على سميتها القدس الشرقية، كل اللي احنا حافظينه في المدارس وحافظينه دلوقتي يعني، ونسمعه من وزراء خارجياتكم وكل، مش هو ده؟ وقطعتوا مصر عشان كده، وقلتوا مصر، ومع ان مصر كانت هتجيب، لا كانت هتجيب دولة فلسطينية ساعتها، كانت تتفق على كله، بس انتوا ادعيتوا الشرف من البحر الى النهر. طب هو لا بحر ولا نهر، وتنبطحوا ينتهكوا اعراضكم، يعني كان صهيوني اللقيط ينتهك اعراضكم منهم. فمش انتوا قطعتوا مصر عشان كده؟ فين بقى؟ ما علينا. فانا عايز اقول ان اسرائيل كان صهيوني اللقيط في هذا المشروع، وهذا المشروع يلحق الضرر بمصر يعني قبل ان احيانا احنا يلحق الضرر بمصر يعني بدخل قناه السويس. لكن ان شاء الله المشروع ده كما فشل المشروع الاول، ندعو الله سبحانه وتعالى انه يفشل المشروع الثاني عادي جدا، مفيش اي مشكله ان شاء الله. بس لكن بتبان النوايا بقى يعني، فاهم ازاي؟ يعني انا ما عنديش مشكله ان النوايا دي يعني، انا حتى المشروع لو فشل يقول لك اهو فشل، طب بس كانت نيتهم يعملوه، انت فاهم ازاي؟ نيتهم يعملوه. فكذلك تظهر نيه السعوديه، وان دوله
يعني لا تراعي برضو، يعني بتاخد نفس منهج الامارات وان كانت على استحياء شويه. الامارات مفضوحه يعني، فاهم ازاي؟ الامارات يعني وشها عريان لا تستحي، انما السعوديه لا عندها شويه حياه شويه، بتيجي حاجه زياده كده غصب عنها بتمررها، فاهم؟ لكن بتمررها يعني ايه بس يعني. لكن انا بقول ان المملكه العربيه السعوديه بانبطاحكم بتطبيعكم مع الكيان الصهيوني اللقيط وبدايه هذا التطبيع هذا الممر، ها والله ستخسرون كثيرا ما لا تستطيعون كسبه باقي عمر هذه المملكه. انا اتكلم على المستوى السياسي، السعوديه ستفقد بريقها وتتخلى عن مكانتها بين العالم الاسلامي، ودي حقيقه وسترون باعينكم ان شاء الله. يعني لا نريد ذلك، لكن هذا هو الواقع بكل صراحه، لانكم يعني قاطعتم مصر بسبب هذا الموضوع. والان اين هو الموضوع؟ لا موضوع او لا صوت يعلو فوق صوت الانبطاح. يعني انتم يعني كالضمنه كده تك 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 كله ينبطح بقى كله ورا كله. ولو انكم يعني دعمتم مصر في ذلك التوقيت لكانت هناك دوله فلسطينيه قائمه حتى الان، وبما فيهم السلطه الفلسطينيه كلها كل الحكومات ما عدا السودان للامانه وموريتانيا وعمان لم يقاطعوا مصر، وهذا ما نشهد به لهذه الدول المحترمه، عمان سلطنه عمان والسودان وموريتانيا. لكن بقيه الدول ادعوا الشرف، ادعوا الشرف يعني يستشرفون علينا، هم الان ينبطحون انبطاح الانبطاح الغوازي انبطاح العاهرات. اكتفي بهذا ووجه رساله لكل المرتزقه والمراكيب واللوبي الخليجي بوجه عام، اقول لهم بتنكشفوا ما تاكلوا في بعض زي السمك دلوقتي، تنكشف فضيحكم بتنكشف، واعمل لكم حلقه مخصوص واجيب كلام كل واحد فيكم وهفضحكم واطلعكم على المسرح باذن الله تبارك وتعالى. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.